طاهر اهو، خالد عبد العزيز اهو، مجلس اداره النادي الاهلي اهي. الحقيقه كل المسؤولين واقفين، كل المسؤولين واقفين، كل المسؤولين فرحانين، كل المسؤولين سعداء. انتصار امبارح ما يخصش بس النادي الاهلي، يخص النادي الاهلي ويخص الزمالك ويخص كل الكره المصريه. احمد عادل بيغيب عن لقاء سموحه للاصابه امبارح، واضح ان هو تحامل على نفسه عشان اللي يقول لك اصل هرب واصل جري واصل جاله تليفون واصل خلع. امبارح الولد واقف بيلعب برجل واحده عشان ما يبوظش ويحرق تغيير. هو ده احمد عادل، هو ده شريف اكرامي، هو ده الشناوي، هم دول، وهو ده السيستم. رئيس المجلس الانتقالي الليبي يهنئ الاهلي بالكونفدراليه. وجه مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي الليبي التهنئه للنادي الاهلي بعد فوز النادي ببطوله الكونفدراليه. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الاعلامي حازم الكديكي الذي حرص على نقل التهنئه الى مجلس اداره النادي الاهلي. كديكي كديكي اه يا قلبي. حازم الكديكي الحقيقه من اكثر المعلقين المحترمين اللي هم بيحبوا مصر ودايما بيتكلموا عن مصر، وياما صوته راح قبل كده على منتخب مصر. إكرامي يعود إلى ألمانيا اليوم لاستكمال برنامجه التأهيلي إن شاء الله بإذن الله. شريف إكرامي راجع لألمانيا وهيرجع إن شاء الله بإذن الله بالسلامة لمصر ونشوفه في الملاعب. بعثة سيو سبورت غادر القاهرة، غادرت القاهرة النهاردة بعثة سيو سبورت بالسلامة. والفيفا يختار أبو تريكة ضمن أفضل لاعبي مونديال الأندية في التاريخ. طبيعي أبو تريكة هو أبو تريكة، معشوق الجماهير محمد أبو تريكة. النهاردة الفيفا بيختاره ضمن أفضل لاعبي مونديال الأندية في التاريخ. وزارة الداخلية بتشكر جماهير الأهلي في بيان رسمي.